في صلى الله عليه تركية كده، وسلم. يعني مثلا الزوجة لو طلبت عون زوجها، فأول حاجة يعني بيبص لها كأن هي اتهمته بنقيصة. يعني ازاي انت تطلبي مني حاجة؟ يعني البعض مش الكل. لأنه اختلفت المفاهيم، ايوه صار قدوتنا فلان وفلان. صار النهاردة كتير من الناس، سبب مشاكل كثير من الناس اليوم، قاسوا حياتهم وقارنوا حياتهم بالأفلام الهندية والمصرية بقت هي والتركية قدوة. أيوة صح سبحان الله العظيم. سبحان أما الله لو نظرنا إلى رسول الله صلى عليه الله عليه السلام. وسلم، إلى تعامله، إلى معاملته، هو القائد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال العلماء أن خدمة المرأة لزوجها وأولادها هي إحسان منها، تفضلا منها، تكرما منها على زوجها وأولادها. ده إحسان، تفضل، إكرام منها. فهذا الإكرام، هذا التفضل، هذا الإحسان، بأي شيء يجازى؟ وهل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان. الإحسان؟ هي أحسنت إليك، أنت أحسن إليها.